فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم صلوا خلف إمام كان فاقدا لعقله لسكره فصلى بهم الفجر أربعة، فهل معنى ذلك أنهم أعادوا الصلاة أم ماذا؟ هذا قبل أن تحرم الخمر مطلقة، قبل أن تحرم الخمر مطلقة، لأن تحريم الخمر جاء على درجات تدريج، لكن لما حسم الأمر وحرمت مطلقة لا يجوز أن يصلي بالناس المخمور. نعم. إلا قالوا إذا كان ولي أمر، إذا كان أمير يصلون خلفه تألفا، يصلون خلفه تألفا ويعيدون الصلاة. نعم.